السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا أخوان أشرح لكم طريقة استرجاع حساب انستغرام. الكثير والكثير سألني عن طريقة الاسترجاع، أنا ما عندي لابتوب، أنا ما أقدر أدخل الكمبيوتر إلى آخره من الأسئلة. طريقة بسيطة جدا راح أشرح لكم عن طريق الجوال، سواء كان آيفون أو جالكسي، الطريقة متشابهة تقريبا. طبعا الاسترجاع يكون في شروط معينة في الانستغرام، لازم تكون متوافقة، يعني تكون متوافقة معك هذه الشروط، مستوفي على الشروط كلها. يقول لك لازم إذا كنت ناسي، إذا كان مهكر حسابك أو كان موقوف أو كنت ناسي الباسورد، جميع هذه الحسابات تقدر ترجعها عادي، ما عندك أي مشكلة، لكن زي ما قلت لكم لازم تكون مستوفي الشروط. الشرط الأول مثلا أنت ناسي الباسورد وناسي الإيميل وما تقدر توصل على حسابك، لازم تكون منزل صور خاصة فيك، صور شخصية، يعني وجهك واضح، صورتك، صورة أخوك، صورة أبوك، ما عندك أي مشكلة. لازم يكون مو طفل، لازم يكون أكبر من 12 سنة. البعض يقول لك أنا منزل صورة أو صورتين، بس محتوى الصور اللي عنده، مجموع الصور اللي عنده بالحساب أكثر من 5000 صورة، بالطريقة هذه ما يتعرفون عليك وما يرجعون لك حسابك. الشيء الثاني، لازم يكون الجهاز اللي كنت تدخل عليه على حسابك لازم يكون معك عشان تفتح لك صفحة الدعم الفني. طبعا هذه التفاصيل راح أشرحها كلها مع بعض ووضحها لكم نقطة بنقطة، الشرح راح يطول شوي، تحملوني معليش، لكن هذه أمور لازم تعرفونها، وأنا أحاول بقدر الاستطاعة إن شاء الله أني أختصر عليكم الوقت. بالبداية ندخل على حساب انستغرام من هنا. طبعا هذا حسابي في انستغرام وتشرف من متابعة الجميع. نروح لصفحة البداية، صفحة الدخول، وندخل من هنا تسجيل حساب جديد عشان تفتح لنا الصفحة، صفحة البداية. قبل لا أبدأ بالشرح أتمنى منكم الضغط على الاشتراك ودعمي بالقناة باليوتيوب. الشيء الثاني، راح أشرح على 3 أنواع. الشرح مثل ما قلت لكم راح يطول شوي. أشرح بالبداية عن طريق استرجاع حسابك عن طريق الصور وعن طريق الإيميل وعن طريق رقم الجوال. بعد ما تفتح لك الصفحة هذه نضغط على هذا الخيار نسيت الباسورد، تفتح لك صفحة هنا. طبعا لو سجلت، لو الجهاز اللي كنت تدخل عليه، الجهاز اللي كان عندك مو موجود الآن، يعني فقدت الجهاز، يعني مثلا ضاع الجهاز، بعت الجهاز إلى آخره، ما راح تفتح لك صفحة الدعم الفني. مثلا كمثال بكتب لكم حساب من عندي، يعني واضغط على هذا الخيار من هنا تفتح لي صفحة تعليمات فقط، ما تفتح لي صفحة الدعم الفني. احنا لازم أهم ما علينا تفتح لنا صفحة الدعم الفني، لازم يكون الجهاز اللي كنت تدخل فيه على حسابك لازم يكون متوفر معك. نرجع مع بعض واكتب لكم اسم حسابي، كمثال هذا الحساب، هذا حسابي في انستغرام، وزي ما قلت لكم اتشرف بمتابعة الجميع. نضغط على اي مكان عشان ينزل الكيبورد من هنا، وبعد كذا نضغط على هذا الخيار، لا تضغط على هذا الخيار الاول، اضغط على الخيار هذا، ناشر على يوزر نيم من هنا ونكتب اسم الحساب ونضغط على هذا الخيار من هنا. بعد كذا تفتح لك صفحة الدعم الفني لاسترجاع الحساب. إذا فتحت لك الصفحة هذه تكتب الإيميل، طبعا يقول لك سجل الإيميل الموجود بالحساب، سجل إيميل بديل، أنت ما عليك من هذا الكلام كله، سجل أي إيميل من عندك، يعني إيميل حقيقي، طبعا إيميل حقيقي. وبعد كذا طبعا هذا الإيميل من عندي أنا كاتبه، بس عشان الشرح أختصر عليكم الشرح بقدر الاستطاعة زي ما عودتكم. بعد ما سجلنا الايميل هنا، الايميل هذا نفس هذا عادي ما عندك مشكله. هنا تطلع لك 3 خيارات، هذه الخيارات مهمه جدا. يقول لك حسابك حساب شركه او في صور شخصيه او عن طريق الجوال ورقم الايميل ورقم الجوال. احنا علينا بالخيار الثاني اللي هو في صور شخصيه، ناشر على الخيار الثاني. هنا 4 خيارات، ناشر على الخيار الاخير من هنا. بعد كذا مربع حوار لازم نكتب فيه اي شيء عشان يفتح لنا هذا الخيار، نكتب فيه كلمة اوكي مثلا. وبعد كذا بعد ما فتح هذا الخيار نضغط على هذا الخيار، يقول لك ارسلنا رسالة على الايميل اللي سجلته هنا. نروح للايميل مع بعض، راح توصلك رسالة بالشكل هذا. طبعا الرسالة راح توصلك من الفيسبوك، لان الانستغرام والفيسبوك هم شركة واحدة. بعد ما تفتح الرسالة راح تجيك رسالة بالشكل هذا، يقول لك شكرا للتواصل بالانستغرام، هذا الكود اللي شايفينه قدامكم 18197، لازم تسجل بورقة
وتمسك الورقة وتخلي واحد يصورك، يعني وجهك واضح ويدينك طالعة بالصورة عشان ما يفتكرون ان هذا فوتوشوب او غيره. تكتب الارقام بالانجليزي بخط واضح بخط كبير وتصور وترسل لهم الصورة. طبعا يقول لك هنا في تعليمات، يقول لك اكتب اسمك والاسم كامل واسم الحساب والرقم، ما عليك من هذا الكلام كله، اكتب الرقم فقط. بعد كذا تسوي ارفاق، تسوي رد للرسالة من هنا، تسوي رد بالرسالة وترفق لهم الصورة اللي عندك اللي صورتها أنت، وتضغط رسالة، لا تكتب أي شيء، فقط سوي لهم، ارسل لهم الصورة فقط واضغط على رسالة. بعد كذا راح تجيك رسالة إن شاء الله يقول لك شكرا تواصلك، والآن رجعنا الحساب. راح يجيك رابط، تفتح الرابط وتسجل رقم سري جديد وراح يرجع الحساب إن شاء الله. الطريقة الثانية راح نشوفها عن طريق رقم الجوال والإيميل مع بعض. طبعا الجوال لازم يكون اول جوال فتحت فيه الحساب. طبعا الحين اي شخص بيفتح حساب في انستغرام يقولون لك عن طريق رقم جوال او عن طريق ايميل. اذا كان عن طريق رقم جوال لازم تعرف رقم الجوال وتكون حافظه، او ايميل يعني فتحته عن طريق ايميل لازم الايميل هذا تكون حافظه ويكون معك، مو اخر ايميل سجلته بالحساب، اول ايميل فتحت فيه الحساب. مثلا انا سجلت ايميل معين وبعد كذا غيرت الايميل 4 مرات 5 مرات، اهم شيء الايميل الاول، اول ايميل فتحت فيه الحساب يكون تواجد معك. نشوف الطريقه مع بعض. زي ما قلت لكم تفتح لك الصفحه هذه، نضغط على هذا الخيار من هنا. بعد كذا تفتح لك الصفحه هذه، نخلي على اليوزر نيم نأشر. بعد كذا نكتب اسم الحساب، انا كمثال بكتب اسم حسابي عشان تفتح لي صفحه الدعم الفني فقط. معليش انا طولت عليكم بالشرح، لكن هذه تفاصيل لازم تعرفونها. بعد كذا نضغط على هذا الخيار من هنا زي الخطوات الاولى بالضبط. هنا راح تتغير الخطوات شوي. تسجل الايميل، اول ايميل فتحت فيه الحساب اذا كان ايميل. اذا كنت فاتح الحساب عن طريق رقم جوال سجل ايميل عادي من راس، مو من راسك حقيقي يعني، مو لازم يكون متواجد بالحساب. بعد ما سجلنا هذا الايميل ننسخه ونكتبه تحت. انا طبعا نسخته عشان الشرح فقط، انا ادري طولت عليكم. طبعا اذا كان هذا اول ايميل فتحت فيه الحساب تاشر على الخيار هذا، واذا كنت فاتح الحساب عن طريق رقم جوال تسجل ايميل جديد يعني يكون حقيقي يعني تسجله هنا ونأشر على الخيار الثالث. طبعا الخيار الاول والثاني خلاص ما راح، الخيار الاول يكون خاص بشركة والخيار الثاني يكون خاص بصور شخصية. انت ما عندك حساب شركة ولا عندك حساب في صور شخصية، نأشر على الخيار الثالث. بعد كذا زي الطريق نأشر على الخيار الاخير من هنا ونكتب كلمة اوكي، وبعد كذا نضغط على هذا الخيار. راح يقولك ارسلنا لك رسالة على الايميل، وراح تشوف راح نشوف مع بعض كيف نرد عليهم. خل نشوفكم الايميل الثاني. هذه هنا راح تجيك رسالة بالشكل هذا، طبعا من الفيسبوك. طبعا عفوا مو هذا الايميل، عفوا انا معليش اخطيت بالايميلات فقط. طبعا من الفيسبوك نفسه راح تجيك، ما راح يرسلوا لك كود، راح يرسلوا لك هذا الكلام، يقول لك شكرا للتواصل مع الانستغرام، يقول لك عطنا وصف مختصر للمشكله، يعني كيف فقدت حسابك، عطنا الايميل الاول اللي سجلته بالحساب او رقم الجوال اللي موجود اللي فتحت فيه الحساب، واذكر نوع الجوال اذا كان ايفون، جالكسي، ايباد الى اخره. هنا يقول لك الخيار الاخير، يقول لك هنا اكتب لنا بعد ما تسجل المعلومات هذه، يقول لك اكتب لنا اليوزر نيم القديم. اذا كنت انت فاتح حساب وغيرت اليوزر نيم اكثر من مره، اذكر هنا اكتب اليوزرات القديمه تحت. مثلا انا كان يوزري مشعل، بعد كذا غيرته مشعل 1، مشعل 55، مشعل 79، اذكرهم كلهم باستثناء الاخير ما اكتبه، اخر حساب يعني فقدته ما اذكره. بعد كذا نشوفكم كيف ترسل لهم يعني. طبعا هذا الكلام انا كتبت رقم واحد، حطيت مسافة، كتبت تم اختراق حسابي ولا اعرف كيف تم ذلك. حتى لو ناسي الباسورد تكتب لهم هذا الكلام، لقد تم اختراق حسابي ولا اعرف كيف تم ذلك. شيء ثاني تقول لهم الايميل المستخدم في التسجيل،
تكتبه هنا بمكان النقط، هنا يقول لك نوع الجهاز، تكتب ايفون الى اخره، هنا اليوزر نيم القديم اذا كان يوزرك واحد يعني ما غيرته بعد كذا تكتب نو، هنا النقاط هنا تكتب الايميل او رقم الجوال، تمسح الكلام هذا وتكتب نمبر يعني رقم جوال، وتكتب رقم جوالك كامل مع مفتاح الدولة، وهنا برضو نفس الطريقة تكتب نوع جوالك هنا ايفون ايباد جالكسي الى اخره، طبعا الجالكسي تكتب سامسونج، وهنا اليوزرات القديمة. هذا الكلام كله احطه لكم بالدسكريبشن تحت الفيديو، كل اللي عليك تنسخه وتحطه برسالة الرد. طبعا الرسالة هذه راح توصلك بالشكل هذا زي ما قلت لكم، نضغط على رد من هنا ونسوي الكلام اللي قبل شوي لصق، وتسجل اسم الايميل او رقم الجوال وتضغط الرسالة، يوم يومين كذا راح توصلك رسالة منهم بالرفض او الموافقة. اذا رفضوا رسالتك معنى هذا ان المعلومات اللي قدمتها خطأ، واذا وافقوا راح يرسلوا لك رابط ان شاء الله. اللي يسأل يقول لي مثلا انا تم اختراق حسابي والشخص هذا غير اسم الحساب، يعني مثلا مشعل خلاه محمد، خلاه ارقام وحروف، يعني اي شيء تكتب لهم الاسم الجديد هنا، وبعد كذا تضغط على هذا الخيار وراح تفتح لك صفحة الدعم الفني. انا اسف اني طولت عليكم، لكن مثل ما قلت لكم هذه امور وتفاصيل دقيقة جدا لازم تعرفونها. اشكركم على المتابعة وفي امان الله.